تم اعتقال أكثر من 2000 مواطن فلسطيني من الضفة والقدس نعم خلال الشهر الماضي. الناس حاليا يعتقلوا على مشاعرهم وعلى أفكارهم مش على أفعالهم. والاعتقال هي أداة للتسكيت وللتخويف، فتم اعتقال الكثيرين. بلا شك لأن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع صغير جدا، فكثير من المعتقلين هم الشباب الصغار اللي بيتفتش تليفونه بيلاقي أي بوست له علاقة بالأحداث في غزة ويتم اعتقاله بناء على هذا الأساس. وأنا أعتقد إنه المنظومة الإسرائيلية تستهدف الصغار عشان إنهم يدبوا الخوف والرعب والانغلاق والإسكات في نفوسهم. فمن زمان في استهداف للصغار. كمان احنا المجتمع الفلسطيني حساسين اكثر امام اعتقال الاطفال، لانه العيله يعني يقصد من اعتقال الاطفال هو حقن العائله بشعور بالذنب، انه انت ما قدرتش تحمي ابنك، انت المسؤول عن انه ابنك بالمعتقل. فهذا كمان ضار بالعائلات لما يعتقلوا اولادهم. فهي هجمه شرسه، واعتقد انه الكثير من الاجراءات اللي عم بتصير في القدس والضفة وفي غزة هي مدفوعة بمشاعر الانتقام والانتقام المجنون. يعني الإجراءات اللي عم بتصير هلأ أنا بعتقد إنها لا تخدم الإسرائيليين على المدى البعيد، ولكن واضح إنه في تهور بالإجراءات بدافع الانتقام وبدافع الغضب وبدافع التنفيس عن أنفسهم واستعادة الصورة اللي كانوا عليها سابقا. يعني وبدون ردة دكتورة فعل صباح، بدون ردة فعل جيدة من العالم، إسرائيل ستستمر بفعل ما تفعله. نعم، يعني دكتورة صباح، كما ذكرت الحالة النفسية ربما ليست الطارئة اليوم لنتطلع عليها. الحاجة الفورية هي وقف إطلاق النار، وبعد ذلك ربما أيضا كما ذكرت بحاجة لأجيال لمداواة هذه الجراح النفسية، لأن المجتمع كله تضرر نفسيا. ولكن نحن أكيدين أن صمود الفلسطينيين الذين تعلمنا منهم اليوم صحتهم النفسية ستكون أقوى بعد ذلك، ونحن الذين بحاجة إلى مداواة من هذه الحرب نفسيا عليهم.